علينا صحه فطوركم وصحه رمضانكم. مرحبا بكم في حصتكم، حصه بقاله رامي. كما على بالكم كما عودناكم هذه الحصه راهي الدور سيغ الجي كامل باش تشوفكم، تشوفكم وراكم سهرانين انتم ولادكم، يتمد لكم دي كادو. بصح اليوم على غير العاده ليكيب تاعنا صالح عمران وزميلتي اسماء راح حرمس غانم، انا ما قدرتش نجي، يسمحوا لي ناس حرمس غانم باسكو مسؤوليات الدار كاش لي طيب وعندي ضيف. اسماء راهي تما باش تسالكم ثاني، تشوفكم كيفاش راكم سهرانين وتشوف الجو تما، وطبعا تربحوا دي كادو مع رامي. مساء الخير اسماء. شكرا بشرى صحة فطورك مشاهدي الكرام، مساء الخير عليكم صحة فطوركم مرحبا بكم. سمحي لي اختي بشرى اليوم ليكيب تاعك سرقتها، وكما قالت لكم رانا متواجدين في مست غانم. مست غانم اللي هي عاصمة الظهر زينة البلدان، فيها زين العمران من دار القايد في جديد الحي العتيق لصالة منظر وبرد الحال. مست غانم في الفن معمورة، في المسرح عبد الرحمن كاكي، وفي الشعبي بوعجاج الأندلو والعيساوة، وفي الشعر سيدي الخضر. وأنا اليوم بهذه المدينة رايحة نخبر. السلام عليكم. وأنا كنت برامي في القفان عمر. سمير معنا، سمير تاع قهوة القسطو، مرحبا بك. الله يسلمك بارك الله فيك، راني جيت اليوم باش نشارككم هذه الفرحة إن شاء الله. وتشارك الفرحة تاع الفايزين اللي راح نشوفوهم تونسيين تتبعونا. إن شاء الله. واحد عندنا منا من البلاد سقساوه، جا واحد الصحافي سقساه قال له زعما انت كيفاش تبغي رمضان يجي حامي بارد؟ لا قال له انا رمضان ماذا بيا يجي كيما لا كوب دو موند غير من ربع سنين ربع سنين، ولا الجيري ما تشاركش باش انا ما نصبش. يعطيكم الصحة. البقالة تقول شدني 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 من يدي، من غيرك أنا ما ندي، كلامك زين وسلامك يملى العين. عليك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. دركا الحاجه نجوزو للغز. يحبط صح عمره ما يطلع، يحبط صح عمره ما يطلع، ما يطلع حمد عمره ما يطلع. شكون؟ شا قلتي؟ ما فهمتش اللغز. اللغز يقول، اللغز يقول يحبط يهبط صح عمره ما يطلع. وشنو هو؟ يهبط عمره ما يطلع، عمره ما يطلع. يهبط ريح، يهبط عمره ما يطلع، ريح يهبط عمره ما يطلع. أنا لا نعاونكم، قسموا معايا كادو. قسموا تديه كاع بصحتك. لا لا معليش نقسموا. معليش الحاجة، أنت اليوم راك تلج. لا لا يهبط عمره ما يطلع. المطر 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 نو 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 المطر ساعتي في بون. هيا معليش معليش، كنتي الأولى اللي شاركتي معنا، دونك نقبلوا لك الإجابة مالغريك هذه الإجابة الثانية. ثانية الإجابة الثانية، الإجابة تاعنا اليوم كانت المطر. المطر 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 ثلج مطر ابي بخي. انا قلت لك انه حنا نقولوا يتشابهوا. انا نقول لك رامي يهدي لك هديه وتتفضلوا معنا للزوم باش نمدوها لكم. رحم والديكم، ميرسي، شكرا لكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، وتعيدوا ان شاء الله بالصحة والستر وربي يخليكم، ونشكركم على هذا ان شاء الله الفرحة اللي درتوها لنا وهذا الملمة اللي درتوها لنا في رمضان. عليكم، واليوم عندكم كادو سبيسيال، عندكم كادو الاول راح نقدم لكم. سمير تفضل. شكرا لكم. الكادو تاعي سمعي مليح واش غادي نقول لكم. تخيلي صحافي يتزوج مع صحفيه ويزيد عندهم ولد، كي يسموه؟ سميوه خبر عاجل. شكرا شكرا. نسال هذا وقت يعطيك الصحه مدام. كان نعطيكم الكادو اللي يقدم لكم رامي، ويتفضل ممثل شركه رامي سيد علي يعطيكم الهديه. تفضلوا. شكرا. سمير اعطني ميكرو، انا وصلتني بشرى باش
انقرعت. واش درت لهم كادو؟ هذا روبو. روبو مبروك عليك الحاجه روبو. شكرا لكم. شكرا. هذه كانت اول الفائزه، تبعوني نروحوا نشوفوا البقاله الثانيه والسؤال الثاني والفائز الثاني. سيدي والي ولاية مستغاني من فضلكم سيدي رئيس المجلس الشعبي الولائي تفضلوا. طبعا هذا جزء من العدد الذي سيأخذ هذه الهدايا، أما الباقي فسيأخذون هداياهم في دار العجزة إن شاء الله. عطيني خير. تفضل. خير وحدة ومدها لي. ميرسي. تقراها؟ أنا نقراها، أنا نقراها. لا هي تقراها. البقالة تقول: صبرت صبرت حتى والفت، وحتى عاد صبرت سلاحي، جريت شقيت ويا ما حوست، قهرني الزمان وطال سياحي، أمري لله وكلت. يضوى اليوم صباح ما شاء الله يكون فعل مليح عليكم ان شاء الله. ان شاء الله تربحوا معنا ان شاء الله. يا ندوزوا دركا للغز. هيا بسم الله. هيا عاونيني. واللغز تاعنا تاع نهار اليوم يقول: واحد في السودان. واحد كاين واحد في السودان. زوج في سوريا. ثلاثة في تونس، بصح في مصر ما كاش. السين. لا حرف السين. لا 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 غلط. وكما قلت لك مع الاول تربح عندك جواب. تعاودي السؤال. ما نعاود سؤال. ورامي قلت لكم ما تخسروا راكم رابحين. ورامي يهدي لكم المنتوجات ديالو، سحروا بهم فطروا بهم. الله يفتح عليكم. لا مازال كاين الخير كاين. هذه كبيرة. تقاسموهم قبيلة قاتلك الكادو ليا. وهذه نسيتها. شكرا نقول لكم صحة وحفظة. باش كل يوم رامي تعمر. إن شاء الله. مرحبا بكم أنتم في مصغالي معنا. الله يحفظك أنتم مرحبا بكم. فوالا. شكرا على خير. السلام عليكم. صحتكم. سلامة. مساء الخير عليكم. انت تاني مرحبا بك عندنا ولاية مستغانة. شكرا. عفوا. مادام انا حنطرح عليك اللغز، واذا جاوبتي عندك كادو، واذا ما جاوبتيش عندك كادو تاني. هيا معليش نبدا ان شاء الله. اللغز يقول: كاين واحد في السودان، زوج في سوريا، ثلاثة في تونس، وفي مصر ما كاش. وشنو هو؟ عاودي لي تشوفي. واحد كاين واحد في السودان، زوج في سوريا، ثلاثة في تونس، وفي مصر ما كاش. بالك تقول هذا الجواب؟ لا بغيت نقولها بلي هذه هي الدنيا. انا مانيش عارف. انا بروحي بحال. هيا مدام. واحد في السودان. اعطينا هكذا جواب هكذا حاجة ما بانت لك. والو معليش مدام، فصلنا قلت لك جاوبي ولا ما تجاوبيش رامي يهدي لك هديه، يعطيك منتوجات تاع رامي. تفضلي مدام. هيا زيد لها لاسويت. مبروك عليك ها مدام. مبروك عليك. مبروك. شوف شوف انا نشيت لك حاجه كبيره عليها. شوف ها بصحتك. رامي يهدي لك منتوجات ديالو اللي كانوا ديجا في السوق ومنتوجات جديده. بصحتكم مدام وشكرا على المشاركه. واحد في السودان، زوج في سوريا، ثلاثة في تونس، وفي
ماصر ما كاش، وشنو هو؟ السين نورمالمون. لا ها؟ ماشي السين؟ السودان. كيما قلت لك مع الاول، ميم لو كان عطينا جواب خاطئ، نحن نعطيوك كادو. اي صح. تفضل الكادو ديالك منتوجات تاع رامي يهدوا. هذا ما كان. لا لا كاينه لا سميت. كاين الخير، كاين الخير. الله يبارك. يعطيك الخير. اها. زيد له لا سميت، عطي له لا سميت. هادي هو. ما تشربش انت. هادي هو. لا لا ما تشربش. هادي او موا قال لنا نقطعوا بها العطشه تاع تاع رمضان. لا سحور راني داير ريجيم. بارطاجي معاهم. ايه بيان سور. بارطاجي معاهم. واها كنتوما هادي وانا خلوني هادي سي بون من بيان. قلنا وانت تشرب حتى العيد. ميرسي بوكو صحيتي الله يجازيك. ميرسي. كاين وحدة في السودان، زوج في سوريا، ثلاثة في تونس، وفي مصر مكاش، واش هو؟ نعاود لك، كاينة وحدة في السودان، زوج في سوريا، ثلاثة في تونس، وفي مصر ما كاينش. عندك جواب؟ ولا ندوز للمسيو؟ نورمالمون واقيلا نقطة جاب لي ربي. تخي بيان، هذا هو الجواب. النقطة، النقطة اللي كاينة وحدة في السودان فوق النون، وكاينة زوج نقاط في سوريا تحت الياء، وكاين ثلاث نقاط في تونس فوق الطاء وفوق النون، ومصر ما عندهمش نقاط. تفضلوا معايا في الزوم نعطيكم الهدية تاعكم اللي يقدمها لكم رامي. تفضلوا معايا. جاوبتوا على اللغز، دونك عندكم هدية. كما قلت قبيلة اليوم عندكم زوج هدايا، الهدية الأولى قدمها لكم سمير. تفضل. السلام عليكم، بصحتكم بعدا. شوف نحكي لكم هذه الحكايه، دونك انتم باينه بلا راكم عاده نوفو ماري ياك. ايوا نطلب لكم التسخير تاع كاتروفا. قال لك خاين تزوج مع واحد الخاينه وزاد عندهم ولد، ماشي انتم، ماشي انتم، راه تضحك باينه بلي حشامه. ها سنطيلي، كي زاد عندهم ذاك الولد زادت يده مبلعه، هذه لا دروات مبلعه، ربع سنين هو يجري به باه. قال يو يا ولدي لافونير تاعه هو باش يبقى يخون. نهار اللي حل يده شو صابو؟ خاون الخاتم تاع الساج فام اللي قبلته نهار اللي زاد. ان شاء الله انتم وليدكم يفوش هكذا. شكرا سمير. ودرك نعطيكم الهديه الثانيه اللي راح تقدمها لكم شركه رامي، ويتفضل ممثل شركه رامي سيدي علي يعطيكم الهديه. سيدي علي سؤال دائما واش كاين في الهديه؟ مرحبا كيف كيف؟ مبروك عليكم وشكرا على المشاركه. هادو كانوا الفائزين الثانيين تاع الحصال ديالنا، وحنايا الجوله تاعنا في مستغانم مازالها متواصله. دوك نعطيكم رونديفو غدوه ان شاء الله دائما في مستغانم.